الفيديو بتاع النهارده يا جماعه انا مش هعمل عليه اديت ولا هظبط فيه اي حاجه. الفيديو ده انا عامله عشان اقول لكم شكرا ان انتوا فعلا لاي حد اداني سبورت او اي حد قال لي كومنت كويس، عشان ده خلاني احاول ادي احسن، واللي قال كومنت وحش خلاني عايز ادي احسن واحسن. والنهارده وصلت لرقم بالنسبة لي الصراحة يعني حلو، لأن أنا بتبسط بأي نجاح صغير بوصل له. وصلت ل 145 سبسكرايبر. طبعا ممكن أي حد يتفرج يقول ده رقم قليل، لا ده مش رقم قليل بالنسبة لي، لأن ده معناه إن في 145 بني آدم قرر إن هو أو إداني فرصة إن أنا أتسمع أو إن يسمع مني وممكن يعرف مني حاجة جديدة، وإداني فعلا اللي هي انا دلوقتي يعني ملتزم ان انا لازم ادي للراجل ده او البني ادم اللي عمل لي لايك، ولد او بنت او سبسكرايب، ان انا ادي له حاجه فعلا ممكن تفرق معاه في حياته او تاثر ان شاء الله، ان شاء الله حتى شويه انترتينمنت لو هو مبسوط وبيضحك وبيتفرج على الفيديو ده بالنسبه لي كفايه. شكرا يا جماعه، سلام.